مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة متميزة من برنامجكم صدى الإبداع. كعادة البرنامج نلتفت إلى مواضيع مهمة لم يسبق التطرق إليها في بعض البرامج الثقافية بالمغرب، واليوم خصصنا الحلقة للتأليف الرياضي بالمغرب. هذه الحلقة تصادف النجاح الكبير الذي عاشته الجماهير المغربية وعاشه الفريق الوطني المغربي خلال كأس العالم بقطر 2022، والذي لعب فيه نصف نهاية كأس العالم وتوج من 4 أحسن الفرق الكروية في العالم. هنا في صدى الإبداع نناقش اليوم التأليف الرياضي بالمغرب، ونرجع بالذاكرة إلى الوراء للحديث عن مجموعة من الأسماء البارزة التي خلدت تاريخ الرياضة في المغرب. ولكن قبل ذلك نبقى مع الدليل. الفقرة الأولى غتدخل الكاتب والصحفي عبد العزيز بلبودالي، واللي غادي يقدم لنا كتاب صفحات من تاريخ الرياضة المغربية نساء من ذهب. موضوع الحلقة حول التأليف الرياضي بالمغرب بحضور الإعلامي والكاتب محمد شروق. ضيفة الفقرة الفنية الممثلة سناء بحاج. مشاهدينا الكرام، رحبوا معنا بضيفنا الأول في هذه الحلقة، إعلامي متميز ومؤلف رياضي سي عبد العزيز بلبودالي. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. برنامج صدى الإبداع صديق، نعتز بصداقته. أنت معنا اليوم لمناقشة صفحات من تاريخ الرياضة المغربية نساء من ذهب. قبل ما تناقش معنا هذا الكتاب المهم، نخليك مع التقديم الإنجازي محمد شويكة. بالفعل نجيب، مرحبا بك سي بلبودالي. غالبا ما يتوارى المؤلف الرياضي خلف الحدث الرياضي. اليوم سنحاول أن نسلط الضوء من خلال منجز سي بلبودالي على أهم المؤلفات في تاريخ الرياضة المغربية ومشاكل التأليف في هذا الباب، باعتباره أيضا مبحثا علميا يمكن أن يفيد كثيرا في تطوير الرياضة المغربية، وأن يفيد أيضا في تطوير الجماهير التي تنتبه إلى الحدث، ولكن يجب أن تكتسب أيضا مكتسبات وكفاءات لها دراية تامة بكل ما يمكن أن يوصل إلى المعلومة وأن يوصل أيضا إلى خبايا البحث. سي عبد العزيز من طبيعة الحال بلبودالي له مسار، ومولد الدار البيضاء، كاتب صحفي يشتغل بجردة الاتحاد الاشتراكي بالقسم الرياضي، حاصل على دبلوم في الصحافة، رجل تعليم سابق، أنجز عدة تغطيات رياضية دولية ووطنية، صدر له العديد من الكتب أهمها هذا الكتاب الجميل حول أحمد فرس، سيرة حياة. وحينما نقول أحمد فرس فهو المرجع الذي لا يكاد يخطئه الإنسان في تاريخ الرياضة المغربية. كتاب آخر المغرب الرباطي، قصة وتاريخ. ثم أيضا رياضيون في حضرة الملك، الدكتور محمد طلال، مسار وحياة، وأيام كايرو بعيون مغربية. وهو معنا اليوم لمناقشة كتاب صراحة مهم جدا ونوعي، يهم المرأة الرياضية في المغرب أو الرياضية المغربية. نساء من ذهب، صفحات من تاريخ الرياضة المغربية. كيف يمكننا سي بلبودالي أن نقلب هذه الصفحات الذهبية وأن نبدأ الحديث عن أهم مسارات الرياضيات المغربيات المتألقات؟ أولا شكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا لأن نادرا ما التلفزيون المغربي يهتم بهذا الموضوع ديال التوثيق الرياضي. كتاب صفحات من تاريخ الرياضة المغربية نساء من ذهب، والحقيقة يرصد مسار بطلات بعدد كبير. لازم نعرفوا أن الرياضة النسائية بالمغرب انطلقت من قبل الاستقلال، كانوا هناك أسماء كبيرة في الرياضة الوطنية، وبعد الاستقلال كان السلطان محمد الخامس أعطى الضوء الأخضر للفتاة المغربية باش تولج هذا الميدان. وكان مذكور هنا، راه مذكورة في الكتاب واحد الحكاية جميلة جدا. كانوا هناك انتقاء لأبرز الفتيات اللي كيعشقوا الرياضة، ماشي كيمارسوها، كيعشقوها، في المؤسسات التعليمية العمومية. تم اختيار 5 فتيات في هذاك الوقت، في 56 تقريبا، فبتعليمات من المغفور محمد الخامس كان تم إلحاقهم بالمنظر الجميل الرياضي في مدينة الرباط، خضعوا للتكوين، تكوين
تقني تكوين إداري، فكان الهدف من هذا هو إعطاء الفتاة المغربية فرصة تبرز في هذا المجال الرياضي. وكان من ضمن هذوك الفتيات فتاة تدعى زهرة اليزيد العلوي. هذه زهرة اليزيد العلوي اليوم كتبلغ تقريبا 86 سنة، الله الله يطول يطول عمرها، لها العمر. وي مازال كتمارس الرياضة إلى هذا الوقت. جميل. يعني تقطن بضواحي مدينة بن سليمان واحد القرية، يعني نجحت أنها تحبب الرياضة الفتيات نساء القرية. القرية، وكتعمل معهم يوميا حصص تدريبية. جميل. فمنها استوحيت الفكرة ديال هذا الكتاب. الكتاب، خصوصا أنها زاولت الرياضة 8 أنواع في الرياضة، منها واحد النوع اللي كان غريب في هذاك الوقت بداية الستينات اللي هو التزحلق على الجليد، الجليد. وكانت الوحيدة في المسابقات الوطنية أو الدولية اللي كانت تقام في المغرب، الفتاة الوحيدة اللي كتخوض سباقات مع متسابقين ذكور يعني رجال. ف يعني بعد التألق الرياضي كممارسة ولجأت لميدان التدريب، دربت الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطاولة، يعني مجموعة من جميل. الرياضات أنا كنحييها بالمناسبة. فاحنا نحيي هذه البطلة الكبيرة وهذا الاسم الكبير اللي الكثير من المغاربة فعلا. يجهلونه طبعا. وكان من التلميذات ديالها البطلة العالمية نوال المتوكل. فالفكرة كما قلت جاتني من هاد سوحيتها، من هاد البطلة اللي كنحييها. فالكتاب في 224 صفحة تقريبا، لقينا فيه الضوء على المسار كما قلت ديال بطلات مغربيات. بدينا بالبطلات اللي شاركوا في الألعاب الأولمبية كأعلى تظاهرة رياضية، ثم البطولات العالمية في مختلف الأنواع الرياضية، يعني ألعاب القوى، الكاراتيه، التايكواندو، يعني كل الرياضات، الملاكمة. فروسية. نعم. إلى الجيل الحالي، الكتاب اخترت أن يضم شهادات في حق هاد البطلات وفي حق الرياضة النسائية بالمغرب، واخترت شهادات من نساء مغربيات في مختلف المجالات، لا المجال الإعلامي، لا المجال الأدبي، لا المجال الإداري، مسؤولات في التسيير الرياضي. التقديم تشرفت بالتقديم ديال الأستاذة نادية بن علي، كانت كاتبة عامة سابقة ديال وزارة الثقافة والشباب والرياضة. فكنتمنى أن الكتاب يرصد لهاد الفئة من المجتمع وفئة من الرياضيين اللي عطاو كثير ومازال كيعطيو. فأنا الكتاب كنعتبره يعني تكريم للمرأة المغربية، صحيح، وتحية خصوصا احترام اننا وتقدير. مقبلين على يعني ولوج المنتخب النسائي المغربي بطولة كرة القدم العالمية، مونديال. وما يحمله يعني هذا التأهل من رمزية، خصوصا وأن المرأة المغربية نعرف بأنها من خلال الكتاب ومن خلال أيضا البورتريهات التي أعددت، من خلال الشهادات التي أعددت، على أنهن قادمات من أوساط مختلفة. في بعض الأحيان لم تكن الرياضة داخل الأسرة موجودة بشكل كبير جدا. دونك أكيد نعم هادشي كله رصدناه في الكتاب، صح. لأن ما غنتكلموش على الحقبة السابقة فين كانت الفتاة المغربية تعاني الأمرين باش تدخل لهذا الميدان الرياضي، ولكن راه باقى هذه الممارسات وهذا السلوك اللي كنقول أنا نابع من الثقافة المغربية مغربية. ومن العادات المغربية. قليل من الآباء اللي كيقتنع بسرعة أن الفتاة يمكن أن يعني تمارس الرياضة بحرية، شأنها شأن الزميل ديالها الرجل الشاب أو الشاب او الرجل. هذه الفكرة سي عبد العزيز هي اللي بغيت نتكلم فيها. في الكتاب ديالك هناك إشارة مهمة أن الرياضة النسائية يعني
بانت اكثر من خلال الرياضه المدرسيه، يعني مجموعه ديال النساء اللي موجودين البطلات اللي كتكلم عليهم في الكتاب ديالك تخلق ربما هذا الروح الرياضيه عندهم هما في المدرسه. وهنا كتكلم على الاباء والامهات، ربما ايضا هي فرصه اليوم من خلال الكتاب ديالك ومن خلال التجربه ديالك ايضا اننا نمروا واحد الرسائل ديال اليوم. كنلاحظوا بان الشباب كيكونوا فرحانين ملي ما كيديروش الرياضه ومن ما كيعفيو راسهم نقولها بحال هكذا من الدرس ديال التربيه البدنيه، في حين ان من خلال ربما هذه الممارسه يمكن يكون عندنا ابطال وبطلات. وهو الامل كله معقود اليوم على من نهار تم دمج الرياضه في وزاره التربيه الوطنيه. نعم. فكنتمنوا انها الرياضه تاخذ حقها وتاخذ المساحه ديالها اللي كانت اللي عشنا فيها احنا ايام التحصيل الدراسي. كانت رياضه مهمه، كان يوم الاربعاء او الجمعه وكنا كنشاركوا ببطولات جهويه بطولات وطنيه. كنا كنتسناو هذاك النهار لا احنا كتلاميذ لا تلميذات امتى يوصل هذاك اليوم ديال حتى الاساتذه ايضا كان طبعاً عندهم طبعاً حب. والبطلات كلهم كيتشاركوا كما قلتي، وهذه ملاحظه مهمه عندك، كل البطلات اللي في الكتاب وعددهم تقريبا 54 بطله كلهم انطلقوا من المدرسه. كاين اليوم سي عبد العزيز هذه نقطة مهمة، وأن المدرسة كونت أجيال على مستوى الرياضة وعلى مستوى الأسماء التي طبعت تاريخ الرياضة، ولكن كاين اليوم وعي سياسي، وعي من الحكومة من الجهات المسؤولة على أن الرياضة يمكن أن تكون من أهم الوسائل تطور المجتمعات. وحنا شفنا غير يعني الفرحة التي عاشها المغرب مع الفريق الوطني المغربي، وشفنا هناك إنجازات مثلا الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم والأسماء اللي خرجت منها، وكيفاش اليوم ولا عندها صوت كبير، وكيفاش اليوم ولا كتغني الحقل الرياضي المغربي، تأهل الفريق الوطني النسوي لنهائيات كأس العالم. هناك العديد من البطلات ربما نرجعوا نتكلموا عليهم اللي كاين اليوم في ماشي غير في كرة القدم ولكن في مجالات رياضية أخرى. يعني هناك وعي. أنا كنظن أن المستقبل أن المغربي اليوم رجل ولا امرأة فهم باللي الرياضة ولات يعني من الوسائل المهمة لتطوير المجتمعات كيف قلت، ولكن أكثر من ذلك هاد السوفت باور ولا له إشعاع عالمي مهم. العالم كله اليوم تعرف باللي المغرب عنده فريق قوي، وتلي ما كانش كيهتم بكرة القدم وبالرياضة المغربية اليوم أصبح يهتم بها. بغيت نرجع غير لهاد الأسماء اللي تكلمت عليها، ونحن نتحدث عن هاد النساء من ذهب، هناك يعني العديد 54 اسم اللي تكلمت عليه، غير باش نقربوا المشاهد من هاد الأسماء. تكلمنا اولا كاينه الاميره لالا امينه، كاينه زهره اليزيدي العلوي، نوال المتوكل، نزهه بدوان، ثريا عراب، بشرى حجيج، سلمى بناني، نعيمه الغواتي، الحسنيه الدرامي، هناك اسماء كيعرفها حسنه بن حسي مثلا، هناك سميره بناني، ملكه العقاء، جيهان سملال، حليمه البحراوي، الاسماء كثيره جدا. واش كاينين اليوم اسماء على الساحه الرياضيه المغربيه اللي عندها وقع كبير واللي وصلت ان الصيت ديالها يفوت الحدود المغربيه؟ اكيد هادشي اللي قلتي، المبادرات اللي خدات الشكل الرسمي يعني من طرف الحكومه او من طرف الجامعات الرياضيه او اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه عطات واحد الاهتمام كبير للرياضه النسائيه، وكنحيي من هذا المنبر الرئيس فيصل العريشي اللي عطى واحد الاهتمام كبير للفتاة الرياضية، إلى درجة أن كاين قانون تنظيمي للرياضة النسوية كيعطي الحق للفتاة أو كيرعاها في كل ما هو مادي لوجيستيكي أو تقني. يعني الكنوم كتكلف بتأديات رواتب البرامج ديال الإعداد ديالهم، يعني هذه خطوه مهمة. كذلك جامعه كره القدم ما نساوش واحد المبادره اللي دارت اللي الوحيده وقيله في العالم، اللي صحيح كاين منحه من طرف الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا فيما يخص الكره النسويه، ولكن الجامعه فين فكرت؟ عرفت ان اللاعبات ديال الانديه المغربيه يعانين من الجانب المالي، فاخذت واحد الاجراء اللي يحسب لها، يعني انها كتادي الرواتب ديال
لاعبات الانديه كلها اللي في المغرب. جميل. وعاده بالاضافه لذلك الجامعه مثلا خدات قرار ديال ان كل فتاه تلقات مشكل مالي في النادي ديالها انها كتوقع واحد العقد بمنحه ديال المردوديه كتسمى بريم دو روندمون، كاع ما توصلت به كتمشي للجامعه تاخذه. جميل. والجامعه عندها الطريقه ديالها كيفاش غتعاقب النادي او غتخلص منه. كما قلت المشاكل اللي عانت الفتاه المغربيه او المراه المغربيه باش تدخل الرياضه، ورغم ذلك احنا كنشوفوا عدد كبير من الرياضيات اللي برزوا واللي بصموا التاريخ الرياضي المغربي والافريقي والعربي والعالمي. العالمي بالطبع. فهاد 54 بطله اللي كاينه في الكتاب راه العدد ماشي هو ده الحقيقي. بالعكس راه هناك العشرات، مئات. انا حسب الامكانيات ديالي باش بحثت على هذا العدد، هذا اللي عطاني الله زعما اللي خاصك كثير ديال 1000 صفحه باش كاينه مداخله اخيره ديال مريم، ولكن نحتفظ بها عندما نناقش التاليف الرياضي المغرب. خليك معنا السي عبد العزيز بالبودالي. مشاهدينا الكرام نمر الى الفقره المواليه. مشاهدينا الاعزاء، دائما في اطار الحديث عن التاليف الرياضي بالمغرب، وبعد الفقره التي ناقشنا فيها مع السي عبد العزيز بالبودالي صفحات من تاريخ الرياضه المغربيه نساء من ذهب، نستضيف السي محمد شروق باحث وصحفي اعلامي اللي غادي يناقش معنا موضوع الحلقه اليوم، ونحاولوا نعمقوا النقاش بطرح مجموعه من الاسئله ومحاوله ايجاد مجموعه من الاجوبه على واقع التاليف الرياضي بالمغرب. ولكن قبل ذلك نبقاو مع تقديم من السي محمد شويكه. مرحبا بك سي محمد، من مواليد الدار البيضاء طبعا، ومعتز بانتمائه الى حي البرنوسي حيث كتب عنه كتاب حي سيدي البرنوسي ذاكره مكان ووجدان. من طبيعه الحال هو كاتب واعلامي معروف، خريج المعهد العالي للصحافه بالرباط، مختص في مجال الاتصال المؤسساتي، اول من قام ببحث حول تاريخ الصحافه الرياضيه في المغرب. وسي محمد ايضا من الذين قاوموا مقاومه شديده المرض، وكان الجسد هو مدخل المقاومه والعناية به. وبالتالي فنحن في هذه الحلقة حينما نحتفي مرض السرطان، وكتب كتابا أنا والسرطان، وهو كتاب صراحة يستحق الاطلاع عليه لمعرفة كيف يمكن للإنسان أن يواجه بكل قدراته الخفية والجسدية مثل هذا الطاعون الذي يصيب الآن البشرية في مقتل. سي محمد مرحبا بك معنا في مناقشة موضوع الحلقة اليوم الذي يتعلق بالتأليف الرياضي بالمغرب. نريد في البداية أن نبسط ببساطة ماذا حققنا في هذا المجال، كم أنجزنا من كتب، هل هذه الكتب مرجعية، هل هي تضاهي بعض الدول الشبيهة بتجربتنا، أم أننا ينتظرنا الشيء الكثير الذي يجب فعله في المستقبل والذي بطبيعة الحال سيكون موضوع. شكرا على الاستضافة. مرحبا. والحلقة هذه كتجي ضروري ما نتكلموا على الزاوية من بعد الإنجاز اللي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم كدور الرياضة، هذا إنجاز كبير عالمي، العالم كله عرف المغرب. هذه الحلقة متميزة بالنسبة لي كنشوفها من هذه الزاوية هذه. بالنسبة للسؤال ديالك، كاين واحد ما نقولش كثير، تقريبا واحد 100 مؤلف اللي كاين على الرياضة. بالنسبة للمغرب، داكشي اللي حققه المغرب على المستوى الرياضي، ملي كنشوفوا التأليف راه كنشوفوا لا شيء. مثل نقولوا مثلا سيد عويطه اللي هو المتوكل وهشام قروج وهذا وما كيحتى مؤلف على تاريخ مثلا تاريخ الالعاب مثلا، غير على العدو الريفي، تاريخ الحضور المغربي في الاولمبياد، تاريخ بطولات العالم. هاد الارقام القياسيه اللي حققوها المغاربه، هاد الميداليات الذهبيه اللي جابوها المغاربه، ملي تجي تشوف الساحه وكتمشي للمكتبه المغربيه على مستوى الرياضه كتلقاها فارغه، ما كايناش. سيباستيان كو في انجلترا ما عندوش تاريخ ديال سيد عويطه، ولكن كاينين تقريبا اكثر من 50 كتاب اللي مؤلف عليه واللي كاتبه حتى هو. مازال ملي كنديروا مقارنه في جميع المجالات مع اوروبا تيكون شويه ولكن حنا نشوفوا مثلا مصر، جمهوريه مصر كاين واحد ما نقولش انا نهضرش راه عزيز علينا مشى للقاهره بزاف كيعرف، كاين واحد الكتاب على ضربه خطا كفو هذا غير اشاره، ماشي نقول لك على الاهلي ولا الزمالك ولا هذا ولا هذا، كاين فراغ شامل.
وكاين واحد المساله مهمه، بحال دابا مثلا دابا المنتخب الوطني هادشي اللي حقه، دابا في البحث في جوجل المغرب ولا يعني في من الدول المعروفه ترند، علاش ما كيكونش واحد التوظيف ديال هذا الانجاز ديال المنتخب للمجالات اخرى، السياحه مثلا المغرب كنعرفوا يعني وجهه بلد سياحيه، مادام الناس كيقل. وكاين واحد المساله اخرى بغيت نشير ليها، هو السياق التاريخي ديال الانجاز. ملي تيكون واحد البطل ولا واحد انجاز، نعم، الا ما تدارش مؤلف في هذاك الوقت ديالو من بعد لا يساوي شيئا، خاصة حتى في التدبير، التدبير ديال الكارير بالنسبة للنجوم. ما بغيتش نجبد شي سمية، لكن شي نجوم اللي كانوا في الوقت ديالهم لو أنه داروا 10 تكتوبة وماشي باللغة العربية، يعني جميع اللغات ماشي باللغة العربية، جميع اللغات كثرة التصدير، متابعة عالمية دولية، اللغة الإنجليزية الآن دولية والإسبانية الفرنسية بجميع اللغات، الكتاب الإنجليزية راه يتقرا اكثر من هنا، راه يتقرا في العالم. ومن خلال هذاك البطل ولا الانجاز الناس غيتعرفوا على هذا البلد هذا، شكون هو هذا المغرب اللي كان واحد الوقت تي مع موناكو، كانوا مثلا في لوس اونجلس العاب اولمبيه في لوس اونجلس 84، ما كيفرقوش كيصحبوا المغرب موروكو وموناكو. هاد النكتة، لأن أنا كنعتبرها نكتة، وقعت في 1983 في فنلندا في هلسنكي، من اللي طلع أول علم ديال المغرب وشافوه الناس في هذاك الأستاد ديال هلسنكي، ومن اللي العويطة كان خد ميدالية، والناس كانوا كيتسائلوا طلعت هذيك وكيتسائلوا شكون هو هذا الماروك ماروك ماروكو. هو واحد نجم واحد في 1983 بين للعالم كله أنه كاين. من اللي تيكون عندنا أسماء بحال هاد الناس هادو، العربي بن مبارك خصو كتاب، اقصبي خصو كتاب، فارس خصو كتاب، التيمومي خصو كتاب، ظلمي خصو كتاب، البياز خصو كتاب، بودربالة خصو كتاب، الحداوي خصو كتاب. يعني هناك الاسماء العديده، حنا تكلمنا غير على كره القدم، ولكن هادشي راه كاين في التنس، هادشي راه كاين في في, في العدو الريفي، هادشي راه كاين في الاتليتيزم، هادشي راه كاين في والكتب على الفرق. تكلمتي لنا على مصر، وملي انا مشيت لمصر وزرتها بزاف المرات وكنلقى كتب، كاين مثلا الخطيب دايرين عليه شحال من كتاب، لاعب واحد ديال هذيك البلاد، هذوك لي فخير حسن حسام وهذا شحال من كتاب عليهم. وحنا تدور في الساحه ما تلقاش كتاب على نجم بحال الظلمي الله يرحمه، غريبه رغم انه كان لا كاين كتاب كاين احنا عرفنا، ولكن دابا المشكل دابا انا سعيد باش نهضر مع الاخ ديالي والصديق ديالي عزم المولد، والكتب اللي قلتي انا كلهم انا قريتهم قبل من الطبع. اول واحد كيقرا الكتب هو محمد الشرو، يعني ماشي دابا عزم البوداني هو معنا، كيبقى اجتهاد شخصي دائما وكيبقى يتضارب ماشي طبع. وحتى في المساله ديال التسويق، ها انت طبعتي الكتاب، المساله ديال التسويق انت جبتي مثلا الكتاب ديال المرحوم ظلمي، دار حفل توقيع واحد اقل عليها حفل توقيع واحد، يعني ماشي مساله غير تكتب كتاب وتطبعه، لا الكتاب راه هو التسويق. شكون خاص يكون سي محمد؟ اذا سمحتي نجيب ونشاركوا معنا السي عبد العزيز في الموضوع. نتكلموا على هذه الصعوبات يعني ديال التاليف، والمشاهد يوم يعني بطبيعه الحال كيتسائل علاش ما كاينينش هاد الكتب، وعلاش دائما كتبقى مجهودات فرديه. واش يوما يمكننا نقولوا بان ما كاينش وعي سياسي بالاهميه ديال التاريخ وديال التوثيق في المجال الرياضي؟ انا باش نرجع للرقم اللي عطى اخي وزميلي شروق، ان كاين هناك 100 عنوان في المغرب حول الرياضه، 100 كتاب تقريبا، نقدروا نقولوا 103 104 تقريبا، ازيد مقارنة مع مصر. وصول دابل هاد في هذا الشهر 8200 عنوان تقريبا غير في الرياضه، كما قلتي الخطيب او محمد صلاح او مكتوب عليهم اكثر من 30 كتاب. طبعا النادي الاهلي بوحده 120 كتاب اللي مكتوب على النادي، تاريخ النادي كله كتلقى. حنا عندنا الوداد، الرجاء، الكوكب المغربي، الوداد كتاب واحد، الرجاء كتاب واحد، خريبكه كتاب واحد، كوكب مراكشي كتاب واحد، كيكون من مبادرات من اعلامي ولد المدينه كيبغي هذيك الفرقه كيعشقها بحال هكذا. ما انت سي عبد العزيز، ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح، ملي انت تجي وتتعطينا كتاب من نساء من ذهب باش ناخذوا هذه التجربه اللي هي امام اعيننا، ولا الكتاب على فرس ياك، وكتجي تطبعوا وكتقلب على المال في عديد من التجارب
هو تيطبعوا من فلوسه تيتسلف تيمشي تياخذ فلوس، ولا تيتلاقى مع صحابه نعيط لسي محمد شروح ونقول له عاوني راه خاصني واحد 2000 درهم نزيد الكتاب، نمشي نشوف الاخوان الابطال مثلا الحداوي بودرباله كيوقفوا معنا تيديروا هذه الامور تنعرفوها، لان هناك انا كنعقل على التجربه ديال الكتاب على الظلم. بنادم كفاح كبير باش يكتب كتاب على الظلم، ومن اللي خرج كاين منه لقاء واحد ما شكون اللي دعمه، شكون هما الجهات المسؤوله اليوم اللي خاصها يكون عندها وعي وعندها مسؤوليه، وخصوصا ونحن نتحدث عن انجاز عالمي كبير ديال المنتخب الوطني للعالم كله كتب عليه، وخاصنا اليوم اننا نلتفت للرياضه ويكون عندنا واحد التفكير منطقي لتاسيس مكتبه خاصه بالرياضه المغربيه. ندوي على القانون وغرجع تفضل السؤال اللي طرحته الاخت مريم. القانون كاين قانون واحد اللي كيلزم واحد الجهه رسميه انها تشتغل على التوثيق الرياضي، هي اللجنه الاولمبيه. قانون التنظيمي ديالها يلزمها انها يعني توضع كافه الامكانيات من اجل التوثيق الرياضي، مثلا كاتب رياضي يمشي عند اللجنه الاولمبيه خصهم، واللجنه الاولمبيه وعات بهذه المساله مؤخرا بكري راه ما كان والو ما كيهتموش بالتوثيق نهائيا. اليوم مقر اللجنه الاولمبيه راه فيه مكتبه، فيه متحف، فيه كتب، فيه كذا طبعا. وهناك حديث اليوم انا اتصلوا بيا شخصيا ان غيجمعوا المهتمين بالتاليف الرياضي وغيكون واحد يوم دراسي باش نخرجوا بواحد يعني توافق حول كيفاش نقدروا نمشيو بهذا المجال بواحد الاريحيه. مبادره جميله. رجع للسؤال ديالك، الصعوبات في هذا الميدان، انا ما كرهتش كون جبت معايا مدير ديال الوكاله البنكيه وغتعرفوا الكريديات اللي كاينين. على اين حنا كنشتغلوا في هذا الميدان بحب وبعشق، وكاع هذوك الاكراهات كنضاربوا كما قال الاخ. المطبعه كيبقى يتسال، لان حتى هو واعي مسكين بهذه المساله. حنا كنعانيو بشكل عام ضعف القراءة في المغرب. دابا شكون اللي كيقرا كتاب ولا الا المهتمين المتخصصين اللي كيقراو؟ اما انا ولدي اي معلومة راه غياخذها من الانترنت كاع. غير هي هذه المسألة ديال القراءة مثلا في مجال في الرياضة تقدر تكون أخف يعني وطأة. علاش؟ لأننا عندنا جماهير كبيرة كيبغوا الرياضة عاشقة، ولكن ربما أن المسألة تعود أكثر إلى وعي المسير اليوم بالمؤسسة الرياضية بهذه المسألة. لماذا ندخل إلى بعض يعني هكا الاصطاد الدوليين؟ مثلا كتدخل العرين ديال أي فريق أوروبي كتلقى بأنه كاين المتحف، فذاك متحف الاقتناء كاين غير لي بوليفغ اللي كيتشراو، اللي ما نحتاجش أنك تطبع. مثلا لو كان أن مسير فرقة من يعني في المغرب واعي هو يجي يدير لي بوليفغ وتشريهم للطراس ويحلوا عليك أنت مشكل الطبع. ولكن هذا جهة، هذه النقطة الأولى، هذه ديال الوعي. ثم مسألة البحث العلمي، احنا الآن عندنا يعني مرجعيات فيما يتعلق بالتكوين الرياضي في المغرب، بدءا من الشعب هذا اللي ما يعني تحسش الناس بقيمه البحث في هذا المجال. طبعا واش ما كتشوفش انت باننا الان في حاجه الى اعاده الراي حتى في الكتابات الصحفيه؟ يعني معذره ماشي لكم انتم، ولكن الناس الان كيكتبوا يعني على الصحافه انهم يدقوا البيبان باش الناس توعى بان بالاضافه الى التكوين الرياضي هناك بحث رياضي، هناك مهم. وعي رياضي، هناك نشر رياضي. راه هذا الوعي اللي ما كاينش. نعم. كتمشي عند نجم او مدرب، حنا دابا في مصر او في اوروبا وهذا كتلقى كتب حول طرق التدريب. انا مدرب كندير بيب غوارديولا، كتب يورجن كلوب داير الحكام كذلك والرياضيين معيد بدني وطوني كروس. دابا راه ثالث كتاب خرج طوني كروس كيتكلم فيه في التجربه ديالو. انا عندي لائحه ديال الناس اللي تقريبا تابقت معاهم على اصدار كتب على المسارات ديالهم، منهم لاعبين ديال الكره، منهم اول سؤال كيطرح لك اش غنربح انا في هذا؟ هي بالفعل لانه ولكن راه ماشي راه هو مسكين، لا يمكن ان يغطي يعني اغلب هاد النجوم ماشي النجوم ديال هاد الجيل. مازال دابا راه كاين المال والناس استافدوا، الرياضيين كيستافدوا، ما الجيل
القديم راه ما كانوا كيستافدوا والو. دابا المؤسف نجيب، وهو اننا دابا كنتكلموا على مجموعه ديال الاسماء اللي ربما مازالين يعني في الحياه، لكن المؤسف هو انك نلاحظوا هذه المجهودات ما كتبان في واحد الوقت معين، حتى اللاعب ربما كيعتزل ولا كيموت عاد ديك الساعه ربما ما تيديروا عليه والو. الا المهم كيكونوا بهذا الشيء، اما من المقالات شي مسكين يتسلف الفلوس من عند الناس. حنا راه تنتكلموا على امور. المهم اسمح لي يا ابو شروق عن نكمل الفكره ديالي. لازم نكونوا متاكدين ان في المغرب كاين اقلام محترمه جدا. صحيح. خاصة يعني الظروف فين تشتغل وغتعطي منتوج كبير في التاليف الرياضي. اليوم احنا محتاجين الوعي مؤسساتي ديال وزاره الثقافه والرياضه، التربيه الوطنيه، ديال اللجنه الاولمبيه. انا عندي مشاريع كنشتغل عليهم حاليا، ثلاثه الكتب يعني اعتقد، والاخ شروق حيت كنتشاوروا دائما، غيكون عندهم واحد يعني واحد الاشاعه كبير وصدى كبير وصدى الابداع. ولكن من حنا نتجاوزوا المعضله ديال المعلومه، فين غتلقى المعلومه فين. انا اليوم كان خدام على كتاب حول ابطال الرياضه من المغاربه واليهود. خصنا نعرفوا ان المغرب المنتخب الوطني كرة القدم أو الجيدو أو الكاتش أو الملاكمة أو مغاربة يهود حملوا القميص الوطني ومنهم اللي جابوا ميداليات للمغرب. طبعا واش هادو نحيدوهم من تاريخ الرياضة المغربية؟ لا. جمعت تقريبا أكثر من 300 اسم، منهم أبطال في الملاكمة اللي واحد منهم دا أول ميدالية ذهبية بطولة عربية. جميل. وقعت لي واحد الحكاية غريبة. ماكسيم كوهن. ماكسيم كوهن. هذا لعب النهاية ديال البطولة العربية مع مصري. مصري المصريين ما بغاوش النزال يتقام. لأنه يهودي. لأنه يهودي. فكانت واحد المشكلة وربح في الآخر، اقتنعوا وربح وما عطاوش لا ميداي. وخداها من الاتحاد العربي. وما بغاش يعلقها، حتى رجع للمغرب مشى عند محمد الخامس، سلطان محمد الخامس وهداها ليه. محمد الخامس علقها ليه يعني. وكنحيي جمعيه قدماء نجوم الملاكمة المغربي لانهم اللي تفكروه وصيفطوا لي الدعوه من فرنسا وداروا لي تكريم على على ذكر الملاكمه. وغنعطيو كلمه للسي محمد شروق غير باش نقربوا الجمهور من على ذكر الملاكمه. هناك الاخوان عشيق ابناء الحي المحمدي، اصدقاء ترعرعنا معهم، قاموا بانجازات كبيره. احنا كنعرفوا الحال اليوم اللي تعيشوا فيه الاخوان عشيق، وهذو كيستحقوا انهم يكونوا في لائحه الابطال العالميين اللي يعني سجلوا تاريخ الرياضه. ولكن هناك الاسماء العديده. تفضل السي محمد. احنا كنهضروا على التاليف الرياضي، ما خصناش نصلوا على يعني بشكل عام على الكتاب في المغرب. هذا هو الاشكاليه اللي عندنا بالكتاب. لما كنهضروا على النجوم ديال الرياضه، عندنا النجوم في قطاعات اخرى وما كاينش عليهم كتب. على الرياضه الا شعبيه جماهيريه ضروري خصنا النجوم كيتسوق بسرعه. للاسف ما كاينش تجاوب مع المؤسسات المعنيه غير بين قوسين. هذا الكتاب اللي قدامك ديال البرنوسي، مدينه البرنوسي، في المقاطعه ديال البرنوسي، ملي كنتكلم معاهم على لا كان شي امكانيه يبدا، ما كاينش واحد الله يبغيك ديال دعم الكتاب. ما انا كتاب على البرنوسي مثلا، انا خرج شويه على رغم ان لا كوميونيتي اوربان، رغم ان اسمع لي، رغم كاينه معلومه، رغم ان لا كوميونيتي اوربان ديال لا فيل دو كازابلانكا عندها ميزانيه لاقتناء ودعم الكتب المتخصصه بالمدينه. مثلا انت بغيتي تكتب على البرنوسي وانا تعرفوا، انا بغيت نكتب على الحي المحمدي، هذا بغيت نكتب على سباته وعلى المونوغرافيات. يعني كاينين كيديروهم وكاينين الناس اللي تستافدوا من هذا الدعم ومن من جهات الدار البيضاء. هذا مساله غريبه. قدمته في اول تقريب، قدمته في المقر الوقائي البرنوسي، قدمته في المقر ديال وما ما نبغيش نقول، ما اقتنعوا معني حتى نسخه، ما عندهمش واحد النار يبغيك باش يقتني ونسخه. للاسف الشديد باش اللغه الفرنسيه، يعني باش نرجعوا دائما يعني الموضوع ديال التاليف الرياضي بالمغرب، بمعنى ان الكفاءات لا تعوزنا. موجود. المشكل كاين في اولا الممول وفي الوعي. دونك طبعا
أهم الذين ألفوا السي شروق في الرياضة المغربية وحول الرياضة المغربية، هل اهتموا بالتاريخ، اهتموا بالنجوم؟ إلا بغينا نديروا هذا المسح ديال هاد 100 كتاب زعما ونصنفوها ونور يعني باش يبان لنا من خلالها فين كاين الخلل وفين كاين الحاجات اللي مازال خاصها تعمق ويتم الاشتغال عليها. أستاذ الصحفي إنائي الحسين حياني هذا حنان ديال مؤلف التاريخ أسرار الرياضة المغربية، عنده كتاب على الحاج العربي بن مبارك. كاين ربما الأخ عزيز كيعرف المرحوم أحمد صبري. أحمد صبري كان كتب على كتاب على بيتشو، المرحوم بيتشو مصطفى شكري. كاين واحد الأخ منصف اليزغي اللي كتب على السياسة الرياضية، عنده دكتوراه في هذا التخصص أو لا ثاني واحد السياسة الرياضية أخذ الدكتوراه على الموضوع ديال السياسة الرياضية. كاين الزميل محمد الريس كاتب كتاب على خريبكا. كاين في الجديدة الزميل ديالنا في الجديدة اللي كتب كتاب على الدفاع الحزين الجديدي دور رشاد احمد دور رشاد في اسفي الاخ. كاين عدد كبير في مراكش ايضا كتبوا على الكوكب. انا اللي كنهضر عليه على التسويق، يعني رجع اللي كما قلت راه ممكن ان بالمجهود ديالك الذاتي راه تطبع الكتاب. نعم انا كما المكتوبه ديالي بجوج راه هو عزيز، ولكن هذاك الكتاب خصو يعيش. طبعا حنا كنا درنا كتاب على المغرب على المنتخب من الانجليزيه، واش ما نربحوش فيه فلوس؟ غادي نربحوا فيه الفلوس، غادي نربحوا فيه فلوس في استراليا في نيوزيلندا في امريكا. انا بغيت نرجع سالينا اخت مريم، هذه الحلقه هي تكريم لجميع المؤلفين الرياضيين في المغرب، تكريما لك سي عبد العزيز، تكريم لسي محمد شروق والمجموعه من الاخوه اللي كنحترمهم وكنحترموا المسيره الفكريه والابداعيه ديالهم. مشاهدينا الكرام نمر الى الفقره الفنيه. مشاهدينا الاعزاء رحبوا معنا بضيفتنا الثالثه في هذه الامسيه اللي كنناقشوا فيها موضوع التاليف الرياضي للمغرب، وهذا ما كيمنعش اننا نتكلموا على الفن والابداع والمسرح وجميع المجالات الفنيه اللي تعيشها المغرب. سناء بحاج مرحبا بك معنا، ممثله مرحبا بك معنا في هذه الحلقه من برنامج صدى الابداع، استضفناك لمناقشه مشوارك الفني والابداعي، ولكن قبل ذلك نخليك مع التقديم الانجاز مريم خليل. نعم نجيب من مواليد سلا، خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي فوج 2009، شخصت مجموعه من الادوار العديد من الأعمال التلفزية، أذكر منها عقباليك، زينة الحياة، صالون شهرزاد، مرجانة، ليالي الحين القديم. كأفلام تلفزية أذكر بنات الثلاث، طريق إلى طنجة، تكريم بولعقول، وفي السينما أيضا المنسيون، وتر الخميس، الأوراق الميتة، مسافة سميل بحدائي، ميثاق، وفي المسرح العديد من الأعمال. مشاهدينا نخليكم لقطات من الأعمال ديال الممثلة سناء بحاج، أرجعوا. بخلافة؟ اش مازال كدير هنا؟ واش هضرتي مع السيد احمد؟ علاش بخلافة؟ انا موضوع الكنز. سلام قولا من ربي الرحيم، كنقول علاش الباب معكس؟ صباح الخير. صباح النهار. جاكش مالك شاد الباب خبط خبط ياك؟ ما مات لكم شي واحد؟ ما حنا هنا فهمك، هادي هي الدين خير ما يترابس. انا وجدت لك واحد الشيوان صباح قلت زعما تفطر بها هزمتي هنيا. اسمحي لي، راه غير فيقوني البومبيه مع الصباح، داكشي علاش فقت شويه كاعي. مبروك خدمتي في بومبيه. لا لا، الوالده اللي ولات خدامه معاهم عندنا المزايد هاد الايامات. شنو موجوده تما؟ هذا الطبوط ديال الزنع مزيان المعدم ومصالح. خبرك لابارتي كبيره ديال السبيكتاكل باقا ما خدمناهاش. لا عجبني اليوم والحماس ديال الدراري، حسيت بهم ولاو تايقين بداكشي اللي كيديروا. متفق معاك، كاين كوميم الرئيس مكتاح في تخوزيام باساج. لا لا ما تخافش من القضية، شتي اون فوا يجي لو كابل سيستم كلشي غادي يتقاد. زهرة غير نسي الكابل. شنو؟ غير نسي الكابل. سناء مرحبا بك. بيكي. شكرا وشكرا على هذه الاستضافه الجميله في هذا البرنامج القيم، وانا فرحانه بزاف حيت موجوده معكم في بلاطو جميل وبرنامج جميل. شكرا سناء.
انا ملي كنشوفوا الاعمال ديالك كنلاحظوا بانك دائما حريصه بتواجدك في المسرح، يعني واخا كيكونوا اعمال في التلفزه وفي السينما ايضا كتبقاي دائما في دي تورني في المسرح ومشاريع جديده ايضا. الى اي حد يعني كتبقاي انت حامله معك هذا الهم ديال ممثل خاصو يبقى في المسرح وعاد يدير السينما والتلفزه اون باراليل؟ وهذه حاجه طبيعيه. نعم. بحكم ان التكوين ديالنا في المعهد العالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي هو الاساس ديالو هو المسرح، والممثل يعني ضروري خاصو يكون يبقى عايش مع الخشبه كيف ما تنقولوا حنايا، خاص لينيرجي ديال لا سين عاوتاني عندها طعم اخر وكيعطي واحد القوه جديده، وديما الطاقه ديال الممثل كتجدد من خشبه المسرح. فالممثل ما يمكنش يستغنى عن المسرح ويبقى ديما في التلفازه وفي السينما، بيان سور غادي يديرهم بتوازن اون باراليل، ولكن ما يمكنش يتخلى على المسرح حيت تنظن هي لا باز الاساسيه ديال اي ممثل. والمسرح تكوين مستمر. ولكن ملي تتمري للتلفزيون واش كتحسي بنفس القوه على مستوى الابداع؟ لا بكل صراحه حنا كنشوف نقدر نقول لك في السينما وي، في التلفزيون كيكونوا بزاف ديال يعني بزاف ديال يعني ما كتقدرش تكون مرتاح يعني انت كممثل، وحتى او نيفو زعما الابداع يعني ما كتكونش عندك واحد مساحة. الوقت الكافي ماشي حتى مساحه، كنهضروا على المساحه كنهضروا على الوقت الكافي انك تشخص شخصيه اللي كتكون ديجا بحثتي فيها ديجا يعني بحثتي على الاساسيات ديالها على الركائز ديالها، درتي واحد البحث تاريخي على هذيك الشخصيه اجتماعي نفسي سيكولوجي. فبسيكولوجي يعني يعني ماشي نفس العمق المسرحي والسينمائي. فالتلفازه ديما كتبقى هي دائما سناء ربما ان التلفزيون هذا هو الجوهر ديالو، انه خلق لكي يتكيف الممثل معه لكي يكون يعني تحت تاثير هذه يعني المكونات ديال التلفزيون. بطبيعه الحال عدد ايام التورناج هي قليله بالمقارنه مع السينما، ايضا البيرسوناج كيتحط في واحد اللحظه وكيخص يخرج في واحد اللحظه، المسرح فيه كلما لعبنا اكثر كلما. بالنسبه للمسرحيات ديالك الجديده الان اللي كتشتغلي عليها، ومعروف لانك كتشتغلي مع مخرجين متعددين، بالنسبه للمخرج في المسرح باش نبقاو دائما في نفس السياق يعني في المغرب يعني خاصه انت كتشتغلي دائما مع المخرجين اللي هما اولاد لي زاداك بالدرجه الاولى، وكتكون ربما الخلفيه النظريه والتطبيقيه واحده. بالنسبه لك المخرج الان وعلاقته بالممثل، وخاصه بان كنعرف من خلال المناقشات اللي دازت بيني وبينك انك انت من الناس اللي كيناقشوا الدور مع المخرج ماشي من الناس اللي كي اكزيكيوتيو فقط، شنو هاد يعني هاد القضيه ديال علاقه الممثل بالمخرج، شنو كيفاش كيمكن تكون من وجهه نظر يعني عاديه جدا بلا صدام؟ لان حنا بارفوا كان ديما كنسمع الممثل ضارب مع المخرج، ولا المخرج كيقول الممثل دير هذاك. بالنسبه للمخرج بالنسبه للمخرج اونتر بارونتيز اللي كنسميوه حنا يمكن بيناتنا في الميدان هو اللي تيقول لك بالوني. المفهوم ديال بالوني هو صافي ديغ هادي ديالي انايا خاصني نفرض بزاف ديال الحوايج، يعني بروبوزيت شي حاجه انا كمخرج خاص الممثل يديرها. ولكن لا دابا يمكن ولا شويه كما قلتي لا كومينيكاسيون التواصل ما بين المخرج والممثل، ما يمكنش كما كنقولوا يد وحده ما كتصفقش، لو ترافاي دو جروب في التياتر و جو بونس حتى في السينما ولا لا تيليفزيون، حيت ما يمكنش عقل واحد ماشي هما ثلاثه العقول ولا 20 عقل. فبالنسبه حتى للشخصيه نقدر الممثل كيكون قريب بزاف للشخصيه، كيقدر لا الكاتب ولا المخرج يقدروا ما يتوحوش عليه بزاف الافكار اللي يقدروا يكونوا عند الممثل، بحكم ان تجربته انه كيعيش بزاف الشخصيات، بحال اللي عنده خزانه ديال الشخصيات، حيوات متعدده في حياه واحده. يعني دابا ولات حاجه زوينه بزاف، هو كاين هذا التواصل ما بين المخرجين وما بين الممثلين. تفضل مريم. محمد الشروق، الى اي حد اليوم العمل الفني كان فيلما او مسلسلا يمكن ليه يقرب اكثر هاد الثقافة الرياضية إلا بغينا نقولوا للجمهور المغربي؟ وإلى أي حد حنا عندنا وعي اليوم أننا نشوفوا مثلا بطلة رياضية مغربية وبطل رياضي موجود كشخصية مثلا رئيسية في واحد العمل سينمائي أو عمل فني بشكل عام؟ فعلا يمكن نهضروا على التأليف الرياضي، التأليف الرياضي ماشي يعني هو الكتاب، التأليف الرياضي حتى السيناريو راه تأليف تأليف داك الفيلم ولا المسرحية راه تأليف. نعم. يعني وكما قلتي هذا راه واحد الدور كبير بالنسبه للسينما، حتى لكن كنا كنقولوا المغاربه ما تيقروش،
المغاربه كيتفرجوا الافلام كيتبعوا الصوره يعني المعاصر ديال 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 الصوره كانت واحد التجربه كاين تجارب تجربه واحده هي تنظم ديال الفيلم العربي اللي داروا دريس المريني على العبد بن مبارك اللي كان فيلم دريس الروح كان دار شي على عاشق البوكسور البوكسور كان فيه عاشق الملاكمه يعني يعني المجال مفتوح وكاين ما ينتال وكاين فيلم دو بينك ولكن هذاك خاص بالرياضه البوكس ماشي خاص ماشي بطل هو بوكسور حتى مصدر على نعرفوا مثلا النجوم ديال الرياضه اللي زيدوا يعني بالنسبه للشباب بالنسبه للاطفال ناخذ له واحد البطل واحد النجم ودرنا له واحد المسلسل ولا واحد الفيلم ولا هذا بحال بحال ولكن رجع ماني بغيت نرجع تاني بغيت نرجع تاني لمصر افلام دوليه في المغرب خذينا واحد البطل كيفاش مثلا اللي الاغلب كلهم يجوا من الاوساط فقيره وكان واحد التحدي كاين واحد الحلم كيفاش كيكون واحد كيخدم على واحد الحلم وناخذ واحد النجم غادي نعمل مسلسل ناخذ له مسرحيه فيلم يعني كتعطي واحد الرساله وكيبقى الفن دائما هناك واحد الجسر اللي هو اساسي هو ربما حتى اخت سناء غادي يعني تشاركنا فيه ونجيب لانه رياضي دوفيس هذه ما تنتذكروش عليها ومريم تدير واحد يعني ديكور ديال لوكور وكذا هو ان لوكور هو الوسيط المشترك بين الرياضه وبين مصرح. الفن المسرح السينما اكثر يا الرقص مثلا باش دير لا باش دير يعني الكونتومبوران انا شفت دي سبيكتاكل اللي هما صراحه كيطلبوا واحد الانرجي سبورتيف واحد الاعداد اللي هو وكنشوفوا مثلا يعني في الرقص اللي كيجيو لي زازياتيك 60 عام 70 عام وكيعطيك سبيكتاكل ديال 45 دقيقه اللي فيه حركه كبيره كتطلب واحد العمليه كيفاش انت كتشتغلي على اعداد الجسد بالنسبه للمسرحيات ديالك وكذا حضور الرياضه في الممارسه الفنيه ديالك نقدر نعطيك كمثال فيلم الاوراق الميته اخراج يونس رقاب وبطولات ديالي انا بجانب ربيع القاطي ممثل الجميل في الفيلم كاين لو سبيكتاكل تنظن انه تفرجتي في الفيلم فيلم سينمائي يعني فيه فيه سبيكتاكل ديال لا دونس اللي وسط الفيلم واللي هو كيتبريبارا منين بدا الفيلم واللي هو تيحكي ليستواغ بلا دونس وبالتعبير الجسدي ليستواغ ديال زهره منين بدايه الفيلم حتى النهايه حتى كتدخل لوبيتال بسيكياتري وكيوقع عليها الاغتصاب في لوبيتال يعني كتحكي هذاك الشيء اللي وقع عليها او ميم طون في الفيلم في هذاك سبيكتاكل اللي هو ديال لا دونس يعني سون بارول يعني غير بالتعبير الجسدي و يعني ولكن دائما الممثل تنعرفوا بانه ولا المغني ولا اي واحد كيدير يعني التعبير الجسدي كيدير يوميا تقريبا حركات الا ما داراش كيدير تدريب ديال السوفل على الاقل ضروري خاص يكونوا تدريب يعني جسديه وحتى نفسيه لانه الممثل كيتعرض لبزاف ديال الحالات النفسيه ديال الشخصيات اللي هما بعادين عليه فبطبيعه الحال خاص الممثل يخرج من هذوك الشخصيات والا غادي يولي هو عنده مشكل نفسي مع راسو حتى على مستوى بانوناجي كاينه حتى واحد النقطه اخرى اليوم ولينا كنشاهدوها بزاف في العروض المسرحيه ديال الشباب يعني سواء الخريجين ديال لي زاداك او غيرهم هو الانفتاح بزاف على فن الكوريغرافيا يعني ولينا كنلاحظوا لوحات يعني جميله جدا في العرض المسرحي وربما ولينا كنقولوا واش ثاني في دمود لان بقوه اللي ولينا كنشوفوه بزاف سواء في الافلام او في المسرح بالخصوص يعني واش هذا ولا توجه مقصود ديال هذا الجيل هذا دابا اللي كاين في المسرح ام هو كيبقى اختيار فني جمالي انا تنظن انه نقدر نقول انه بصح كاين حنا عايشين في عصر السرعه في واحد التفتح التكنولوجي اللي هو خطير يعني ولينا الاغلبيه ما بقى انا تنظن الاغلبيه ما بقاش كيهز كتاب يقراه ما بقاش كيتفرج يمكن حتى في لا تيليفزيون كلشي شاد التليفونات والطابلات فتنظن انه الانفتاح ديال الجمهور على مسرحيات عالميه على افلام عالميه اضطرت انه خاص يتبدل لو ستيل وخاص يدخل لا كوريغرافي ودخل الموسيقى العروض المسرحيه باش نقدروا نخلقوا التوازن او تيكون واحد التبادل ثقافي ما بيننا وما بين الدول الاخرى باش ما يكونش واحد الفرق فكنلاحظوا انه الجمهور يتمتع بالرؤيه اللي هي الرؤيه المسرحيه ولكن ما بقيناش كنشوفوا مسرحيات اللي هما ثقال مسرحيات اللي ما فيهمش كما قلتي لا كوريغرافي لا موسيقى فنقدر ما بقاش عندنا الصبر
المتفرج ما بقاش عنده الصبر انه يشوف حتى يمكن مسرحيه اللي فيها ابيات شعريه او الزجل او مسرحيه ثقيله ما بقاش الجمهور يقدر عليها. على ذكر الصبر سناء بحاج معنا سي محمد شروق اللي صبر كثير عانى عانى المرض عانى السرطان قاوم السرطان والرياضه لعبت دور كبير في مقاومتك للسرطان. احنا ما نبغوش نحركوا المواجع في هذه المساله ولكن التجربه لا ولكن التجربه ديالك التجربه ديالك فريده من نوعها التجربه ديالك فريده من نوعها كانسان اللي قاوم مرض خطير جدا وتغلبتي عليه اولا بالاراده تغلبتي عليه بالثقه في النفس تغلبتي عليه بالايمان وتغلبتي عليه بالرياضه وباساليب رياضيه مهمه. الا كان ممكن تقربنا من التجربه اولا قبل من نشوف ولا انا كاعلامي انا يعني دابا 8 سنوات باش انا في حرب مع السرطان حرب دائمه حرب مستمره الحمد لله. اول حاجه حرب اعلاميه عن سينجيب لنا الاعلاميين الزميلات والزملاء ملي كيتكلموا على السرطان يعني بحسن نيه تيقولوا واحد المصطلحات واحد هذوك هذوك الكلمات هدامه النفسيه ديال المريض وكنهضروا السرطان هو النفسيه لما سينجيب ملي قال مرض خطير هانيك انت تحس ان يعني مرض خطيره بالنسبه للمريض كتالمو بزاف والمرض خيب كيشوف الموت منين انا قلب انا قلب جميع اللغات ديال العالم ما كايناش هاد المساله ما كاينش هاد السرطان مرض خطير هو مانين كاين السرطان انواع البناء والملا مانين وبينين باش نهضر على باش نهضر على الاصل ما نهضرش نقول حامين والاخر سميتو خبيث هو غير السرطان كيتولد يقول لك فتاك هذاك المريض ما كيسمع في التاك راه تيقول واش انا عندي مريض مرض هنا في التاك وخيم خطير يعني في اللغه ديال العالم. المهم باش نرجع انايا عندك غادي نرجع معنا نهضروا على الرياضه انا رياضي يعني اشقال وممارسه وصحافه وانا ونفعني هذه المقاربه الرياضيه في الحرب ديالي مع السرطان لان الرياضه من النتيجه عندك واحد واحد الفريق عندك واحد الشبكه اللي هضرنا على كره القدم هضرنا على الملاكمه ولا في الكتاب ديالي انا شبكه الحرب ديالي مع السرطان وانا اصلا انا رئيس منتدى ومؤسس ديال نادي ديال القفاز البرنوسي ديال شبكتهم يعني مباراه في الملاكمه انا في الرينغ مع السرطان ولكن انا يعني انا اللي كنستضيفو ومعايا الجمهور ولكن اللي زوينه حنا كنا في الرياضه كاين هزيمه وانتصار وتعادل انا ما عنديش هادشي عندي نتيجه وحده وهو الانتصار ممنوع ما كاينش التعادل ما كاينش كاين الكاو كاين الكاو وباي طريقه ماشي بالروح الرياضيه لا فير بلاي نو لان هذا مرض دخل الجسم ديالي اقتحم الجسم ديالي جميع الوسائل وباغي يقتلني انا خصني نقتلو تكلموا سناء الى سمحتي نجيب غير على اخر الاعمال ديالها بعجاله اخر الاعمال ديالك سناء العمل الجديد اللي مسلسل عيشه المخرج داني يوسف والسيناريست فاتي يوسف توفيق سي عمل اخر نصوروا ان شاء الله كنهضروا على الفن وهذا وفي علاقه مع السرطان كانوا اعمال قنينه اللي ماشي كتناول السرطان بشكل عام غير كجزئيه ولكن اللي لاحظت انا كمتتبع بطبيعه الحال كاع الاعمال اللي شفت انا كلهم مأساوية في علاقه مع مع المرض مع السرطان واحد المسلسل كان في يعني واحد يعني بحال عقاب ممثله انها تصاب بالسرطان كعقاب على التصرفات ديالها على واحد الحال هو تصب المخرج لان انا عندي ذاك الريكسيون ما بغاش نجبد سميتو نعم ما يهمش زعما الاسم ديالو ولكن واتصل بجمعية كاين واحد عندي جمعيات في المغرب وكنا ندير واحد واتصل بيا شخصيا يعني سي شروق لا لا انا ما ايوا انت دابا راك تهدم النفسية حنا اي واحد كنهضر على السرطان تيقول الجانب النفسي 70% 80% كي انت راه هدمتي هاد ديال لا لا ماشي دائما كنرجعوا لحسن النية ماشي عقاب إلهي أنا يعني مرض باقي الأمراض ممكن أن يصاب به وحنا كتفضلي نسير واحد القضية أنا من خلال تجربتي مع ثلاثة الناس اللي هما عزازين عندي الأب ديالي كان صاب بسرطان الله يرحمه توفى هذه عامين الأم ديالي كان فيها سرطان
وصديقه ديالي الممثله زينب النجم كان فيها السرطان. فغادي نضم الصوت ديالي لنيت الاستاذ وغادي نقول باللي العامل النفسي هو عامل مهم وقوي بزاف انه الانسان يتشافى. طبعا بالطبع والعامل النفسي كيبقى هو بالطبع. وهنا هذه رساله كنوجهها مدخلا لمساعدتي مع ذلك بالطبع. ونتمنى لكل المرضى ماشي غير بالسرطان بجميع اللي بغيت مال السرطان يقول السرطان السرطان ما بقيناش غنقولوا مرض الخطير بعد السرطان ولكن الامراض الجبل خطر من السرطان المرض الجبل. شكرا سي محمد شروق، شكرا للممثله سناء بحاج، شكرا مره اخرى لعبد العزيز بالبودالي. نمر الى فقره الاصدار. نعم نجيب بالابتسامه والتفاؤل نقترح عليكم اليوم كتاب مثل اخطاء طفيفه لمحمد الخافي، كذلك كتاب لا احب الافلين شعر لعبد الجليل العباسي، وكتاب باللغه الاسبانيه ديزافياندو المكتوب لياسين مشهدا من منشورات لو ترام. عثماني الميلود يطالعنا بعنوان صراحة يدعو إلى تعميق البحث في الساحة المغربية، التخيل موضوعا للتفكير ضمن منشورات شركة النشر والتوزيع المدارس. بنيون شعيروش يستل كتابا جديدا بعنوان أنيق مسالك البصري مرجعيات ورهانات الفن المعاصر ضمن منشورات طلال وخطوط. عبد الرحيم الخسار يمر من الشعر إلى الرواية بعد أن كتب أيضا كتابة في الرحلة اسمه جزيرة البكاء الطويل ضمن منشورات المتوسط. وأخيرا عبد الله العلوي يكتب كتابا جماعة مخالفة وجماعات مجذفة قراءة ماتعة. شكرا سي محمد، شكرا مريم، شكرا لضيوفنا الكرام مرة أخرى. تحية كبيرة لجميع نساء المغرب من خلال هذا الكتاب، نساء من ذهب ونساء المغرب فعلا من ذهب. شكرا مرة أخرى لجنود الخفاء الذين يسهرون على توضيب هذا البرنامج، شكرا كذلك لجمهورنا العريض اللي كيتابعنا على قناة الأولى. لنا موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله.